الراهب المجنون الذي مارس الفسق والفجور للتقرب من الله هو الشيطان العصي على القتل. ادعى أنه القديس التقي الذي يشفي من لا يشفى ويعلم ما لا يعلمون. تنبأ بالمستقبل المشؤوم فتحققت نبوءته بدقة. هو الفلاح الذي استطاع رغم أميته أن يسيطر على قيصر روسيا وزوجته. وإليكم الحكاية. في ليل 29 من ديسمبر عام 1916، في قصر الأمير يوسوبوف أحد النبلاء وأقرباء الإمبراطور الروسي، أعدت وليمة فاخرة ومسمومة على شرف غريغوري راسبوتين. قدموا له طعاماً ونبيذاً ممزوجاً بالسيانيد، ما يكفي لقتل 3 رجال. شرب الرجل، ولكن ووسط دهشة الجميع بدأ أن السم لا يؤثر فيه. ارتبك القتلة وفزعوا فأطلقوا النار عليه من مسافة قريبة وتركوه ليموت. ولكن وبعد دقائق عاد راسبوتين إلى الحياة وحاول الهرب من القصر، فأطلقوا النار عليه مرة أخرى ثم رموه في النهر المتجمد خوفا من أن ينهض مرة أخرى من بين الموتى. قبل هذه الليلة بعدة أيام كتب راسبوتين إلى القيصر متنبئا: سأقتل، لم يعد لي وجودا بين الأحياء، فإذا قتلني الفلاحون فسوف يحكم أطفالك روسيا لمئات السنين، أما إذا قتلني النبلاء فلن يبقى أي فرد من عائلتك حيا لأكثر من 2 عامين، سيقتلهم الشعب الروسي. وبعد 15 شهرا قتل القيصر وزوجته وجميع أطفاله. فمن هو هذا الرجل الذي لا يموت؟ عراف المستقبل؟ هل كان شيطاناً أم ولياً؟ وما الذي أوصل النبلاء وأقرباء القيصر أساساً إلى ارتكاب هذا الفعل الشنيع؟ حسناً، لنعد إلى البداية. ولد غريغوريا في موفيتش راسبوتين لعائلة فلاحة عام 1869 للميلاد في قرية نائية في سيبيريا. وقد قيل أنه كان يحظى برؤى من الله وقدرات شفائية منذ صغره، وقيل أيضاً أنه كان طفلاً عنيفاً ذا سلوك منحرف. تزوج في 18 من عمره وله 3 أبناء، ثم حدث شيء ما دفعه إلى ترك قريته وعائلته، رؤية من الله ربما أو تهمة بسرقة حصان. أياً كان السبب، غادر إلى دير محلي وأقام مع الرهبان عدة أشهر، ثم حج إلى اليونان والقدس متصوفاً ومبشراً الناس. وخلال رحلته انضم إلى طائفة سرية دعيت كاليسيتي، والذين ثملوا ومارسوا الجنس والفاحشة كنوعاً من العبادة للتقرب من الله. اعتقدوا أن التطهر من الخطيئة يكون بارتكاب الخطيئة ثم التوبة. وصل إلى سان بطرسبورغ عام 1903، واستطاع أن يسحر الجميع بحديثه وشخصيته الآسرة وحماسه الدينية، فقدم لاحقا إلى القيصر نيكولا الثاني رامانوف وزوجته ألكساندرا، وأصبح مستشارا روحيا لهما. ثم وبطريقة ما زالت لغزا حتى اليوم، استطاع راسبوتين أن يخفف من آلام ابنهما أليكسي المريض بالناعور، وأن يوقف إحدى نوبات نزيفه. فآمن الإمبراطور وزوجته أن له قدرات خارقة، وازداد تأثيره ونفوذه عليهما. وفي البلاط الإمبراطوري قدم راسبوتين نفسه كرجل مقدس، على الرغم من عدم ارتباطه الرسمي بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية، ونصب نفسه ممثلاً عن الفلاحين. ولكن كان لهذا القديس وجه آخر، وجه مظلم، فسلوكه المنحرف من سكر وجنس وفجور جعله مادة دسمة للفضائح. تأزم الوضع عام 1915 عندما رحل القيصر ليقود قواته في الحرب العالمية الأولى، تاركاً لزوجته إدارة السياسة الداخلية. فبات راسبوتين يقدم المشورات السياسية ويوصي بالتعيينات الوزارية ويشرف على الرسائل القادمة من الجبهة والخارجة من القصر. أصبح وكأنما يحكم روسيا عبر ألكساندرا. فانتشرت الشائعات عن علاقة مشبوهة تجمعه بالإمبراطورة، وأنه فاسد
ويسيء لسمعة النظام القيصري. غضب رجال الدين وزعموا أنه تجسيد للشيطان. أما النبلاء من عائلة رامانوف فقد حسدوه وخافوا من نفوذه المتزايد، واعتقد بعضهم أنه يخطط لعقد سلام سري مع الألمان، فحصل ما حصل. وفي تلك الليلة ذهب راسبوتن إلى قصر يوسوبوف ولم يعد إلا جثة ملقاة في نهر نيفا المتجمد. فماذا حصل خلف تلك الأبواب الموصدة؟ الرواية الأشهر لمقتله التي ذكرناها في البداية هي التي كتبها القاتل يوسوبوف في مذكراته. أما الرواية الأخرى الأقل درامية فهي أنه مات من جراء رصاصة أصابته من مسافة قريبة. ويقال أيضاً أن المخابرات البريطانية هي من قتلته حتى لا يقنع القيصر بالعدول عن الحرب فتخسر بريطانيا حليفها الروسي. أياً تكن الطريقة التي مات وعاش فيها، يبقى راسبوتن أحد أكثر الأشخاص غموضاً وإثارة للجدل في التاريخ الروسي. فمن يخلفه في سمعته هذه يا ترى؟